الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات، فاحفظ السمعية هذا البيت الذي ترونه يدلنا على أنه أن يجب علينا أن نقف حيث أوقفنا الشارع، فلا نزيد من عندنا شيئا ولا نزيد من عندنا شيئا. هذه خلاصة. والآن إن شاء الله نقرأ تفصيل ذلك. قوله واختير، أي واختار جمهور أهل السنة والجماعة أن اسماه سبحانه وتعالى توقيفية أي تعليمية، يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على تعليم الشارع، يعني ربنا جل جلاله وإذنه في ذلك بأن يسمع من لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أو حسن، أو يأذن في استعماله كذلك، فما أذن في إطلاقه واستعماله مما لم يكن إطلاقه موهما نقصا. كان مشعرا للمدح زاد اتفاقا، ومال فعل المنع والتحريم، يعني اذا كان غير هذه الصفات التي سمعناها، يعني غير مشعر بالمدح او غير ذلك من صفات الكمال، اذ لا يجوز أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسمائه، بل لو سمى واحد من أفراد الناس بما لم يسمه به أبوه لم ارتضاه. فالباري سبحانه وتعالى أولى بذلك. فإذا يجب علي وعليك يا أن نقف عند الحدود الشرعية ولا نتعدها، فرب كلمة يتكلمها صاحبها يهوي بها 70 خريفا في شهير جهنم وهو لا يلقي لها بالا، ربما كلمة تكلمها من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا التقى بها في الجنة 70 عاما. إذن هذا اللسان هو من أعظم الآفات التي يجب على صاحبه أن يراقبه فيها وأن يقبح جماحه ولا يسمح له بالتفريط، فربما ألقى فيه في المهالك. نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول
فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وارض علينا رضا الناس وخطباته يا رب العالمين. اللهم علينا بمعرفتك وتبلغ قبض أرواحنا بيدك واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضلك العميم اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله.